أيضا يسأل تفسير قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ماذا يقصد بمواقع النجوم؟ مواقع النجوم والله أعلم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما يعني مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث. الله أقسم بهذه النجوم وهي نزول القرآن، وذلك لعظمة هذا القرآن العظيم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وكل سياق الآيات في القرآن أدل على أن المراد بالنجوم نجوم القرآن، أي نزوله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكمة إلهية. ولهذا لما اعترض يكون وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله سبحانه وتعالى كذلك نثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا، يعني نزلناه مفرقا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ذكر سبحانه وتعالى حكمته في إنزال القرآن مفرقا، وأن ذلك لمصلحة العباد وتنزيل هذا القرآن على الحوادث والوقائع حتى يبين حكمها ويجلي حكمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.